السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning guys. Welcome to our lesson today. We will study lesson 3 grammar tag questions. Okay. We use tag questions to check information. بنستخدم يا شباب التاج questions اللي هو السؤال المزين لما بنيجي نتأكد من معلومة to check information with an affirmative sentence use negative tag. يعني مع الجملة المثبتة بنستخدم التاج question بيكون negative منفي، يعني مع الإثبات نخلي السؤال منفي. طيب لو كانت الجملة منفية with a negative sentence مع الجملة المنفية use affirmative tag، نستخدم سؤال مثبت يعني عملية عكسية. نشوف كده مثال عشان نوضح. يعني هنا بنقول your name is علي خالد، اسمك علي خالد، عايز نتأكد من المعلومة فنقول لك isn't it، أليس كذلك. بتلاقي دايما السؤال المزيل اللي هو في نهاية الجملة، تلاقي دايما في النهاية وتلاقي قبليه كوما. اوكي، بنفصل بينه وما بين الجملة، بنفصل بينه وما بين الجملة بالكوما. اوكي، مثال كمان نقول لك you were born in أبها، انت مولود في أبها، weren't you، يبقى هنا خدنا وير خليناها ورنت، ويو الفاعل بنخليه في النهاية، هنا your name خليناها في النهاية it، يبقى أي حاجة غير عاقل بنخليها it. طيب you live in دمام، هنا live ما عنديش فعل مساعد هنا، فنجيب أنا من عندي الفعل المساعد المناسب، هنا الفعل مضارع فنجيب له الفعل المساعد اللي هو helping verb بيصبح don't you، لأن live فعل مضارع فنجيب له don. طب لو live فيها s المفرد نجيب doesn't. طب لو كانت ماضي زي المثال اللي بعده you studied in ظهران أو ظهران، yes you studied in ظهران didn't you، هنا الفعل ماضي عرفنا منين إنه ماضي آخره دي، يبقى هنا نجيب الفعل المساعد didn't خليه منفي didn't you. ليه خليناه منفي؟ لأن هنا studied مثبت. you've graduated، هنا you've ال VE دي اختصار للفعل المساعد have فنخليها haven't ونحط you في نهاية الجملة أو في نهاية السؤال تصبح haven't you. you're going to work in Riyadh، هنا are مختصرة نخليها في السؤال المزيل منفية تبقى aren't you، يبقى في الحالة الإثبات بنخلي السؤال المزيل منفي. طب نيجي للعكس، لو كانت الجملة منفية، لو كانت الجملة منفية في الحالة دي بنخلي السؤال المزيل مثبت. ما هنا بنقول مريم isn't American، هنا isn't منفيا نحولها ل is. طب she wasn't born in the United States، هنا wasn't خليها was و she. خلي بالك من عملية العكس، يعني ايه العكس؟ يعني بنخلي الفعل الأول بعد كده الفاعل، هنا الفاعل والفعل لأن دي جملة، أما في السؤال المزيل بنعكسها بنخلي الفعل هو اللي في الأول، يعني was في الأول وبعد كده نخلي she في الآخر. she doesn't speak English، هنا في doesn't هو نافي الجملة هنا ب doesn't وعطيل الفعل المساعد هنا doesn't مضارع، يبقى هنخليها does she. didn't did she. she hasn't تبقى has she. isn't هنا تبقى is she. يبقى دايما السؤال المزيل بيكون عكس الجملة، الجملة مثبتة يكون السؤال منفي، الجملة منفية بيكون السؤال مثبت. طيب في ملحوظة هنا مهمة بيقول لي not to agree with negative tag answer yes، لو أنا متفق مع الجملة، لو أنا موافق على الجملة هنا فبنجاوب في الحالة ديت بيس. تمام، لو السؤال منفي وأنا موافق بنجاوب بيس، خد بالك من الحتة دي لأن ديت عكس السؤال العادي، السؤال العادي بنجاوب بيس ونو، لو أنا موافق بنجاوب بيس ولو أنا رافض بنجاوب بنو. هنا السؤال المزيل عكس السؤال العادي. مثال
نقول لك you are from رياض، انت من الرياض. aren't you هنا بنتأكد من المعلومة، aren't you هنا السؤال المزيل منفي. لو انا فعلا من الرياض يبقى هنقول yes I am، خلاص ماليش دعوة بقى بهي النوت، ما تقوليش نوت هنا، ازاي هنجاوب بيس وهنا في نوت. انا موافق او انا فعلا من الرياض فهنقول yes I am، والعكس طبعا to agree with affirmative tag لو انا موافق على السؤال المزيل المثبت، السؤال هنا مثبت لو انا موافق بنستخدم no، عكس ده يبقى هنقول you aren't from رياض are you، انت لست من الرياض اليس كذلك. لو انا فعلا مش من الرياض، لو انا فعلا مش من الرياض هنقول no I am not لان انا مش في الرياض، انا مش من الرياض يبقى no I am not I am from جدة. طب لو انا من الرياض يبقى في الحالة ديت هنقول no I am not، no I am not، تمام I am from رياض. طيب نوضحها اكتر كمان، بص معايا هنا كده، بص السؤال هنا بيقول ايه، the boy can ride the horse can't he، هنا السؤال المزيل منفي، هنا كان خليتها can't he، the boy عوضت عنها بالضمير he. نشوف الصورة دي كده، هل الولد هنا بيعرف يركب الحصان؟ طبعا لو انا بنجاوب ان هو بيعرف يركب فعلا هو بيعرف يركب الحصان يبقى ديت الجملة صحيحة، ولكن السؤال هنا منفي، السؤال منفي والجملة صحيحة، فهنقول ايه لو انا موافق ان هو بيركب الحصان يبقى هنقول yes he can، ماليش دعوة بنقطة دي نهائي. طب هو لو ما بيعرفش يركب الحصان زي في الصورة التانية كده، ها في الحالة ديت هنقول ايه بقى، هنقول no he can't، تمام. يبقى لو انا غير موافق او الجملة غير صحيحة في الحالة ديت، هنا can't he هو بيعرف يركب الحصان اليس كذلك، هنقول لا ما بيعرفش لان هو هنا وقع من على الحصان فهنقول no he can't. طيب نشوف الجملة التانية ديت، the boy isn't happy is he، شوف كده هل الولد ده سعيد، is he هل هو سعيد، who can answer this، مين يقدر يجاوب شباب السؤال ده؟ اوكي علي، the boy is not happy is he، no he is not he is sad، very good علي thank you، فعلا انا موافق ان الولد غير سعيد يبقى هنقول no he isn't he is sad. استخدمنا isn't ليه؟ لان هنا بيقول لي is he وانا موافق فنعكس على طول is، يبقى في الموافقة هنستخدم no ونخليها no he isn't. اوكي thank you علي. Next part is negative questions. Negative questions اللي هي الأسئلة المنفية، بيقول لي we sometimes use negative questions to check information or to express surprise. طبعا بنستخدم السؤال المنفي ده لما نكون برضو نتأكد من معلومة أو express surprise يعني بنعبر عن اندهاش. لما نقول لك isn't he tired of working there؟ أليس هو يعني أليس متعب من العمل هناك؟ Aren't you coming with us؟ وأنت مش جاي معنا؟ Haven't you finished your homework yet؟ Don't you live near the beach؟ كل دي أسئلة منفية بدأ ب haven't و don't و isn't و aren't، بدأ بالنفي للتأكد من المعنى. Last part today is be able to. بنستخدم يا شباب المصطلح be able to للتعبير عن to express ability القدرة أو الاستطاعة، زيه زي كان بالظبط، and to talk about things you can or can't do، الأشياء اللي بتقدر تعملها أو ما تقدرش تعمل. لما نقول مثلا we won't be able to، طبعا هنا بنعوض عن be، استخدمنا هنا won't be للمستقبل، يبقى he won't be able to play basketball today because he hurt his hand، مش هيقدر يلعب باسكت بول معانا لأنه because he hurt his hand، لأنه هو أذى دراعه أو جرح دراعه فمش هيقدر يلعب معانا، يبقى هنا استخدمناها في المستقبل.
طب لو عايز نستخدمها في الماضي بنشيل be ونخليها was aware. زي المثال التاني هنقول I wasn't able to come to the bar because I had a previous appointment. يعني ما قدرتش نيجي، لم أستطع الحضور إلى البارك الحديقة because I had a previous appointment، لأن كان عندي موعد. طب في حالة السؤال بنستخدم will في الأول أو نحط was في الأول، وممكن نستبدل be ب is أو are في المضارع. يستطيع في المضارع is able to أو are able to. هنا في السؤال نقول will you be able to. will you be able to يعني هل تقدر go out with us tomorrow، هل تستطيع أو هل تقدر إن أنت تيجي معانا أو تخرج معانا غدا. يبقى هنا بنستخدم be able to للاستطاعة أو للسؤال عن الاستطاعة في المستقبل. قلنا will be able to. طيب خلينا نروح للأسئلة. Exercise A. Check information. Complete the tag question. هنا هنكمل بسؤال مزيل يا شباب. أول مثال. These toys are in good condition. هنا are في السؤال المزيل هتصبح aren't. These toys طبعا هنا جمع، فهنستخدم بدلها الضمير الفاعل they، يبقى هتصبح aren't they. يبقى نفينا are بaren't وخلينا these toys عوضنا عنها بthey. طب نشوف التاني. You've had garage sales before. Who can answer this? Okay عبد العزيز. Okay haven't you. Excellent. Haven't you. يبقى خدنا VE اختصار have خليناها منفية haven't you. طيب number 3. He didn't buy that fan. Okay سعود. Did he. يا سلام عليك ممتاز. Did he. Number 4. They weren't able to sell the boat, the tools. هتبقى were they. نفس الطريقة بقى يا شباب، كله بنفس الطريقة. هنا found ماضي وهنجيب didn't she. هنا works فيها s، اللي فيها s نجيب doesn't it. طب هنا we have lots of bargains here today. هنا خد بالك ان have هنا ليست auxiliary verb، ماهيش فعل مساعد، هنا فعل اساسي. we have lots of bargains here today. نجيب لها طبعا دو لان هنا جم، يبقى هنقول don't we. ما نخليهاش haven't. ليه ما خليناهاش haven't زي رقم اتنين؟ لان هنا have كانت فعل مساعد معاها had، have had. اما لو جاية لحالها تبقى فعل اساسي، يبقى نجيب لها don't. طيب this lawn mower is، طبعا هنا is واضحة تبقى isn't، ودي غير عاقل تبقى it، isn't it. next exercise. Work with a partner, ask and answer questions about the pictures. Here is an example. Ahmed, look at the picture. Ahmed here can't fix the car. So we say, was Ahmed able to fix the car? No, he wasn't. طب حامد، عايز نسأل على حامد، هنقول ايه؟ Who can ask about حامد? Okay, Ali again. Was Hamid able to ride the horse? Yes. The answer? Yes, he was. Yes, very good. Was Hamid able to ride the horse? Yes, he was. And the players? Who can ask here? Okay, Mansoor. Were the player able to play tennis? The answer? No. No, they aren't. Aren't or weren't? They weren't. 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 بدل قلت were يبقى no they weren't. Last one. عدنان. هنقول was عدنان able to drive the car? Yes, he was. And last one. Were the football fans able to get tickets? No, they weren't. نشوف next one. Write negative questions for the following questions. هنا يا شباب هنكتب سؤال منفي. ده المثال اللي عندي هنا. You just bought a new cell phone. Your friend is still deciding about whether to buy one.
يعني انت اشتريت تليفون وصديقك لسه is still deciding about whether to buy one. لسه بيكرر اذا كان يشتري او لا. فهنقول aren't you going to buy one too؟ هو انت مش هتشتري تليفون؟ طيب نشوف number one. You recognize an old friend at the mall. The friend doesn't recognize you. Who can ask negative question for this sentence? Okay, Ali? Don't you recognize me? Very good. Don't you remember me or don't you recognize me? ألا تذكرني? Very good, Ali. And number two, your friend is eating popcorn and is not offering you any. Here we say, aren't you going to offer me some popcorn? You are playing a board game. You want your friend to play the game too. So you say, don't you want to play this game too? Number four, someone came and joined your group, greeted everyone but forgot you. You say, aren't you going to call the person back? This is the end of the exercise. Now open your workbook, page 90. نفتح صفحة 90 كده شباب. بيقول لي read the situation, circle the letter of the correct questions for the situation. It's very early in the morning and Faisal is still sleepy. Some coffee will help wake him up. His wife asks him, you want a cup of coffee, don't you? Or you want a cup of coffee, do you? A or B? Okay, Ali? Answer A. You want a cup of tea, don't you? Of coffee. You mean coffee? Yes. Don't you? Yes, don't. Hena want. The sentence is affirmative. So the question tag is negative. السؤال هنا مثبت. يبقى الجملة مثبتة يبقى السؤال منفي يبقى الإجابة A. ممتاز. Thank you, Ali. And next one. Okay, page 91. Thank you guys. I hope you enjoyed the lesson and see you next lesson. Inshallah. Goodbye.